السلام عليكم يا شباب، تحياتنا لكم. اليوم انا ضيف، طبعا مو لازم انا احيي، لازم استاذ سالم مشكور يكون هو اداره الحلقه. اليوم انا ضيف عليه، حياك الف تحيه للجميع. استاذ سالم يمك الميكروفون وتفضل انت حي الناس وابدي اللقاء ان شاء الله. تحيه طيبه لكل الاخوه والاخوات الاصدقاء المتابعين. تعودت ان الاستاذ نزار الخالد هو دائما اللي يقدم واحنا دائما نتابعه. اليوم انا حبيت يكون حوار دردشه انا وياه، نتجاذب اطراف الحديث كما يقال حول المواضيع اللي هو مهتم بها وانا مهتم بها واللي اكو بها حاجه ماسه لان تتوسع، وخاصه انه الاخ ابو ليث يعني لعب دور كبير خلال الفتره القصيره اللي بدا بها، بس تأثيره كان كبير، وهذا يدل على أن هناك حاجة كبيرة للتفكير بالممارسات والوضع السابق الذي انتهى إلى الوضع الحالي. وأنا دائما أقول الوضع الحالي هو نتاج الوضع السابق، وهذا ما يعتبر به الكثير من أصحاب الضمائر الحرة، من صحى ضميرهم بعد 2003 وكانوا ضمن اللعبة وضمن دعوني أقول ضمن المجموعة التي كانت تمارس تلك الممارسات، لكن استطاعوا بعد ذلك أن يعني ينجو أو ينأوا بأنفسهم عن ذاك الوضع وأن يصحوا ضميرهم ويتحدث هو يقول بأن هذا الوضع الحالي هو نتاج بجانب كبير منه، هو نتاج للوضع السابق. لولا ذلك الوضع ولولا تلك الممارسات لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أخ نزار الخالد أبو ليث العزيز، تحياتي. مرحبا. الله محييك أستاذ سالم، الله يبارك بيك ويحفظك، وشكرا على الاستضافة. لي الشرف أكون بمنبرك العراقي الشريف. أنا تابعت حلقاتك وتابعت قناتك مو من اليوم، يعني من مدة طويلة. أنت من الأصوات العراقية الشريفة المحبة للعراق بدون انتماءات، قلب عراقي خالص، كل همك وهدفك هو انقاذ بلدك، يعني هو هذا الخط العام اللي احنا بدنا نمشي بيه. فانا اشكرك على ثقتك اولا بي، لان انا ظهوري بالسوشيال ميديا يمكن انا احدث واحد بيكم، بس الحمد لله وشكر فضل الله ودعم الناس كان كبير. الحمد لله، الحمد لله وشكر، يعني وصلنا لهالمكان اللي انا اتشرف اكون ضيف بمنبرك العراقي الحر. والف تحيه لك وشكرا جزيلا على استضافتي. يعني اللي تقوم به هو مصداق لمقولة أن ما يخرج من القلب يدخل إلى القلب، وما يخرج من اللسان فقط لا يتعدى طبلة الإذن. الكلام الواقعي الحقيقي اللي نم عن صدق هو الذي يصل إلى القلوب ويلقى صدى. طبعا متابعيك الأصداء لديهم منقسمة بين إيجابية ومرحبة بهذا الجهد وبين سلبية منزعجة منه، ممن للأسف لا زالوا يعيشون تلك الحقبة المظلمة أجواءها ويعتقدون أنها كانت هي الأفضل. أستاذ نزار، دعنا نبدأ من هذه النقطة، ما الذي دفعك إلى أن تنحو هذا المنحى وأن تسخر هذا المنبر لكشف جرائم تلك المرحلة؟ والله يا أستاذ سالم، أنا قبل سنة بالضبط، يعني أنا بديت 1/6 السنة الماضية في البث مالتي على السوشيال ميديا، كل السوشيال ميديا، أنا كنت منقطع عن العالم صراحة. أنا كل هاي الهموم اللي طرحتها والناس سمعتها هي موجودة في قلبي من التسعينات والثمانينات إلى يومنا هذا، بس صراحة بعد معترك طويل مع الحياة، بعد سقوط نظام صدام حسين والآثار السلبية اللي صارت بحياتنا والتأثير اللي المدمر على النسيج العراقي اللي صار، وكلتنا غادرنا وسافرنا خارج العراق، وبدينا نناضل في سبيل إنقاذ عوائلنا إلى أن صفت الدنيا عندي. بعد ما استقريت واستقرت عائلتي بديت أنتبه إلى خط كاذب بدأ ينتشر بين الناس، أنه أكو ناس تطبل إلى النظام السابق. بدأت الناس تشوه الصورة للناس وتقدم لهم أن النظام السابق نظام هيبة ونظام أمن وأمان، وهاي كلها أكاذيب احنا عايشيها وشفناها وشاهدناها بعيننا. يعني أنا من العراقيين اللي ما غادرت العراق إلى 2006 الشهر السابع، يعني طول حياتي عشتها في ظل نظام ظالم، نظام صدام حسين، عدا 10 أيام سافرت بيها إلى الأردن ورجعت. كل هذه السنين والأيام والساعات والدقائق والثواني يعني كلها عايشة بظل هذا النظام. فهنا أنا بدأ عندي بداخلي نار ثانية، الظلم اللي أنا عشته سابقا، وتعال هسه ناس
الطب اللي تقول لك لا انت ما كنت مظلوم، انت كنت عايش مرتاح. فهنا قررت قلت لا انا لازم هذا صوتي ما يسكت، سكتنا بذاك الزمن بسبب الاجرام والخوف والقتل، هسه ما نسكت بعد. فهنا صار القرار الحد الفاصل انه انا ابدي، وبخطوات الحمد لله والشكر جريئه جدا، يعني اعتقد ما حد سبقني بها بهذه الجراه في تدمير هذا النظام المجرم كسمعه وكتاريخ وكحقيقه انا نقلتها. ابو ليث عزيزي، يعني دائما الصوت نسمع يقول انه من 2003 بدات المشاكل، من 2003 اجوا ناس ظلمونه، اجوا ناس حراميه، اكو هوايه سلبيات لا تحصى لهذا الوضع، لكن هل المشاكل فعلا بدات من 2003 ام المرحله السابقه هي كانت البدايه وهي التي انتجت المرحله الحاليه برايك؟ طبعا هاي كذوبة يلعب بيها البعثيين والصداميين، وسوقوا وروجوا من خلال قنواتهم المدعومة بمليارات الدولارات اللي سرقت من أموال الشعب العراقي، وكل العراقيين يعرفون هذه القنوات وين دتبث من يا دول ويا دول دعمتهم، وليش مستمرين بهذا النهج إظهار العراق بلد مدمر، بلد منتهي، بلد يعني اعتقد دول دعمتهم. طبعا دول دعمتهم، واضافة الى قيادات الحزب المجرم، حزب البعث اللي انا ما اقدر اليوم بلقائك اتجرأ، يعني فاحتراما للمنبر ما راح استعمل المصطلحات مالتي. فهذا هذول بعد 2003 بعد ما خسروا الحكم بالعراق بدأوا يروجون الى افكار وقائع هي تنافي الحقيقة. هم سلموا البلد مطلوب 3.5 تريليون دولار، سلموا البلد مدمر اقتصاديا، سلموا البلد ما بي بنى تحتية، سلموا البلد شعب جوعان، سلموا البلد تخلف منتشر بالبلد، الإجرام قتل عندنا ما يقارب 4 إلى 5 مليون عراقي بسبب الحروب العبثية والسياسات الخاطئة، وبكل صلاح يسموه زمن الخير، أيام الخير، أيام الزمن الجميل. هو هذا ما روجوا إليه، هذا ما روجوا إليه بالإعلام، إنه يردون يغيرون الصورة على ذول الجيل، هذا ذول الشباب، إنه أكو جيل طيبين وجيل حلو وزمن الحرية والأمن والأمان. فهذا دوري ودورك ودور كل إنسان عراقي يظهر بالإعلام حاليا ويتكلم الحقيقة. إحنا ما نريد هذا الجيل ينخدع، إحنا انخدعنا، إحنا شفنا بعيننا دمار بلدنا من بلد من أرقى الدول بالعالم بالسبعينات، الحالة الاجتماعية الثقافية العلمية، البلد يتطور وبدأ خطواته الصحيحة بالحياة، إلى بلد مدمر منتهي. أنا وصفت لهم الحالة بين عراقي رافع راسه بالسبعينات وعايش مثل الملك والأمثال العربية يتبغدد وما أعرف شنو، أنه العراقيين أهل خير، الى سنه 2003 الطفل العراقي يركض ورا المدرعه الامريكيه يركض وراها، شو اسمه، على مود يشمروا له نستله او ينطوه في النوع الثاني. ابو ليث زين، ابو ليث عزيزي، انا ما ادري الجزء الاخير ربما ما سمعت من كلامك، بس نرجع نتحدث هواي اللي يحكون هسه يقولون قبل كان اكو امان على الاقل، انت كنت من داخل الوضع وتعرف شنو الامان اللي كان قبل. والله هو الأمان، إحنا كنا بسجن، الأمان للسجان والأمان اللي يشتغلون بالسجن والأمان اللي يقود السجن، كإحنا كمساجين أي واحد من عندنا لا سامح الله صار أي حادث ويا أي مسؤول بالدولة، أي أحد من أهل العوجة، أي أحد تكريتي، أي أحد ضابط، أي أحد يعني من ضمن نظام صدام حسين، فيعتبر أنه حياته انتهت، ماكو حق، ماكو حقوق، ماكو قانون اللي يجيب حقه الا اذا كان عنده واسطه وظهر. وهنا ترى تغير الشعب العراقي، بدا يلتجئ للواسطات بزمن صدام حسين، وبدا يلتجئ الى الرشاوي، وبدا يلتجئ الى الامور الملتويه اللي بعيده عن القانون. فالامن والامان مو كان ان احنا كشعب، الامن والامان لهم، بس احنا نجي الامن والامان هو صدام حسين كان يوميا يبث لنا اعتقد الساعه 10 مساء يعني اسمها اخبار، يعني جزء من الاخبار يبثون به عدد الطلعات للطيران المعادي للعراق باليوم الواحد، تجاوز ال 300-400 طلعه طيران يومي يخترق اجواءنا. لجان تفتيش تدخل الى غرفه صدام حسين، الى ملابسه الداخليه وملابس عائلته، بلد مستباح، خطوط عرض نتذكرها 36 و42، اتذكر هيك ارقام، ويقولوا لك كان اكو سياده، كان اكو هيبه للدوله،
سيادة وهيبة، هيبة هاي بالأحلام، لأن احنا أنا وأنت يمكن أنت كنت بالخارج في وقتها، أنا بالداخل. إذا أنا كعراقي ردت أسافر لأي دولة، الموزمبيق، هاي مو موزمبيق، بأفريقيا في زمن بعد غزو الكويت تقصد؟ نعم، اي بعد غزو الكويت، الموزمبيق إذا أريد أسافر فيزا ما ينطوني، ومجال سفر الوحيد هو للأردن. والأردن هي يعني كانت أعتقد عندهم فتشي ويا صدام حسين، بحيث مسيطرين على صدام وعلى نظامنا وعلى بلدنا، مقدرات بلدنا إلى اليوم. فتسافر إلى الأردن، الأردن يعاملوك يعني إذا تروح مثلا لأعداء العراق يعاملوك أرحم من عندهم، من حيث الإقامة، من حيث الشغل، من حيث ال المخابرات. النظام كانت ممتدة إلى الأردن، وفي تنسيق على تنسيق عالي مع الجانب الأردني. صح. فيما يخص عمل الصحفيين أبو ليث، تعرف أنت، تشوف أنت الآن الصحفيين الأردنيين أكثر من 90% منهم يترحمون ويذكرون خير ويعادون من ينتقد صدام. وهذا هاي المشكلة اللي نواجهها مو بس مع الصحفيين الأردنيين، حتى مع أكثرية الشعب الأردني. لكن بخصوص الصحفيين، تعرف أنت حضرتك أن صدام بنى لهم مجمع سكني كامل، مجمع سكني كامل، بس مو مجمع واحد أستاذنا، مجمعات. يعني عندك شارع حيفا، وعندك البلديات، وعندك حتى المناطق الراقية، نادي الصيد العراقي إذا رايح لنادي الصيد. لا، مو بالعراق. ها. بعمان هناك مجمع سكني كانت نقابة الصحفيين الأردنية تبني. فنقيب الصحفيين أجى بوقتها عرض الموضوع على صدام وقال له أريدك تساهم. قال له شنو أساهم؟ أنا كل دفعة. بنالهم إياه. فيعني لما يكون 90% من الصحفيين اللي كانوا ذاك الوقت أو كلهم ربما حصلوا على بيوت، لذلك الآن تشوفهم كانوا يدافعون، وللآن يترحمون ويدافعون وينكلون وينتقدون ويخونون الشعب العراقي، لأنه أكثريته هي متضررة ومظلومة. أنا طالب أردني كان درس بالعراق، التقيت في بيروت بوقتها، التقينا بالدراسة بالجامعة. نعم. يقول لي أنا درست البكالوريوس في العراق، كان ينطوني شهر 200 دولار 300 دولار 300 أنت بعد هاي. نعم. إيه هذا كان سمعتي 200. يقول ذاك الوقت كان تذكر العائلة تعيش براتب دولارين يعني. صح. يعني ما تعيش به، لكن أقاربهم اللي برا اللي كانوا يزورون 50 دولار تعيش عائلة كبيرة عيشة كريمة لمدة شهر. الطالب الأردني والفلسطيني والبعث العربي يأخذ 200-300 دولار وهذا الشخص كان يسخر من العراقيين ويستهزئ بهم أنه العراقي الطالب وياه قميصة يبدله ويقلبه. زين، وبعدين لما تروح هاي البلدان هم يعاملوك كخائن انت. صح. والنظام هو الوطني، هو ايضا سلوكه مع الفلسطينيين واعطاء المنح والهبات لضحاياهم عوار ضحاياهم، هذا كله يعني جعل مهمتنا صعبه. انا كنت في خارج العراق في فتره التسعينات، نجد صعوبة في إقناع الناس، حتى أوساط صحفيين ومثقفين عرب أوفنا من الأردنيين ذاك الوقت. في لبنان مثلا الجو العام هو الجو السياسي، الجو الثقافي، الجو اليساري، وبالتالي قايش بهاي الشعارات. أشرح لي، أقول له أنا والدتي سجنت وعمرها 65 سنة، وياها ابنها 14 سنة يعذبوه قبالها أخويا، وأختي أختي 12 سنة مسجونة وياهم. زين، وأشرح لها التفاصيل اللي صارت وياي. عائلتنا إحنا مزقت يعني طشرت، اثنين أعدموا والبقية هجروا، وهم ما يصدقون يعني. من أحكي له يقول لي هاي أنت لأنه تكرهون صدام، تحكون هذا الحكي تدرون شو هو سمعت. فكان مسيطر على الجو العربي والوهج العربي اللي عنده والإغداق على العرب وطالب حرمان العراقيين بالداخل. والآن يجون يقولوا لك أنتم يعني ما زال موقفهم انه بعد صدام كان بطل وكان كذا والله يرحمه والله كذا، وهي مشكله مستمره. عوفنا من الخارج، بالداخل يعني بعد 20 سنه شو تفسر انه اللي كانوا جزء من الماكينه او ابنائهم الان يترحمون وهم شافوا يعني كانوا محرومين من كل شيء والان عندهم كل شيء. كان ما يقدر يتنفس الواحد يقول الان يقدر يتنفس، كان ما عنده حريه الا بس يمدح الرئيس ويشتم امريكا. الآن يشتم أكبر مسؤول وما حد يمنع، ومع ذلك يصر على أن يترحم وينتقدك وينتقدني وينتقد غيري يهاجمنا لأنه نتحدث عن جرائم الماضي. أنا أستاذ سالم يعني هو كان مو سؤال يعني مثل أنه أنت طيتنيها أحداث مرت على العراق في زمن صدام وحاليا من اتجاه العرب ومن العراقيين بالداخل.
بالنسبة للعرب، العرب هم أكبر مستفيد من أنه بلدنا يمرض، مو بس العرب، كل دول الجوار ودول اللي عندها مصالح في بلدنا همهم الأول والأخير الاستفادة من هذا البلد اللي مرض، ومرض بسبب أبناء شعبه. احنا كعراقيين صرنا عرباين للغربة، انا اسف لهاي التعابير، انت ككاتب ولك باع طويل انا انسان بسيط يعني احكي على طبيعتي يعني ما اتقيد بالبروتوكولات الادبيه مالتكم. كلامك يوصل الى وعي ناس اسرع. نعم. هاي الدول اللي مستفاده من وضع العراق وحال العراق والمرض اللي بيه العراق، هم استمراريه هذا الوضع هي فائده دولهم ومصالحهم كدول. هذول الدول يغذون كراهيه العراقيين فيما بيناتهم. اصبح العراقي يحس دعمه وحزام ظهره واللي يدعمه هو الخارج مو ابن بلده. هذه التفرقه وصلوها انه هسه حاليا كل العرب مسموح لهم التدخل في سبأ اهلنا الشيعه. كل الاتراك والسعوديين والما اعرف شنو والجهه الايرانيه من الجهه اللي تسب السنه، كل العراقيين سامحين لكل الدول تدخل في امورنا الخاصه كبلدنا. احنا كعراقيين كلحمه عراقيه عبر التاريخ احنا عمرنا ما احد كره الثاني، متعايشين، واحد يحب الثاني، ما عندنا هاي المسميات السنيه والشيعيه والكرديه والمسيحيه والصابئيه والتركمانيه والشبكيه، هاي كل النسيج الحلو كان بالعراق هو اللي خلى العراق اجمل بلد بالكون وحلم كل العالم توصل لبلدنا. اللي سووه الاعلام، اللي وصل الاعلام، روح شوف القنوات اللي موجوده حاليا الى يومنا هذا ما تطلع لك خبر جيد عن العراق. الخلايجه والعرب اللي جو الى خليجي 25 تفاجئوا شافوا العراقيين وطيبتهم، لان تخيلون العراقي عباره عن جونزو، عن وحش. العراقي عايش بالدم، ياكل دم، ياكل جثث يوميا، اذا ما ياكل جثه ما يعيش. يتخيلون العراقي بعد هذا اللي طلعوه بالسوق ماكو شايل علاقه والدنيا صامته وتعبان، وهو هذا العراقي اللي يتمنى يرجع صدام، اللي هذا الاعلام اللي مشتغل علينا كعراقيين مبيننا احنا اتعس خلق الله. ها واكو افكار حلوه يعني، يا حلوه تعيسه ناشريها، انه الحكم الشيعي ما ينجح، انه الانسان الشيعي حشاكم انسان فاشل، مو مال حكم، الحكم طول السنة. هذا أنا سني، أنا أحب أخوي الشيعي وأحب كل أطياف الشعب العراقي. هذا التسويق الإعلامي اللي مستمر إلى يومنا هذا هو يشتغل على تدمير الإنسان العراقي داخليا. الإنسان العراقي ما عنده ثقة ببلده، ما عنده ثقة بمستقبله، ما عنده ثقة بواقعة، ما عنده ثقة بحكومته. لو هسه أي إنسان يجي يقدم لهم ما يثقون به. أي إنسان هسه بخير يحب بلده. أنا من الناس تعرضت إلى هجمات ودعايات وإعلان يعني فتشي يشوهون حاضري وماضي كليته في سبيل يسكتون صوتي. فهذا الإعلام سبحان الله بهاي القنوات الصغيرة مالتي وقناتك الكريمة والمنابر العراقية الشريفة بدت هاي الماكينات الإعلامية تنهار أمامنا، الحمد لله وشكر رب العالمين. فأنت وأني مستمرين إن شاء الله نحطم هاي الماكينات الإعلامية ونرجع ثقة العراقي في بلده وبنفسه وبنسيجه الاجتماعي من خلال احترامنا واحد للآخر، من خلال تقبلنا واحد للآخر، من خلال أنه نقنع العراقي أنه وحدتك ويا أخوك المخالف إلك بالعقيدة بس هو أخوك بالوطن، هو أنت ويا ده تتحملون هذا الاسم العظيم اللي هو العراق، أنت ده تتحمل وزر هذا الاسم أمام العالم. من ده تروح شلون العالم ده يعاملوك كعراقي، ما قالوا لك سني أو شيعي. فهذا اللي دي يصير، انه هذا الشاب العراقي حاليا متاثر بالاعلام، متاثر بال 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 بالسوشيال ميديا الموجوده الصداميه والبعثيه ودول الجوار والدول المستفيده من بلدنا، هم هاي ماكيناتهم الاعلاميه اللي تدمر بشخصيه الانسان العراقي. وان شاء الله احنا بدينا خطواتنا الاولى باذنه تعالى، وكل العراقيين الشرفاء نرجع بلدنا غصبا ما عليهم ان شاء الله. ابو ليث تسمعني هسه؟ اي نسمعك كلش واضح وكلهم دي يسمعوك واضح. مشكلة انا ما سامعك، بس سؤالي اطرحه. انت قلت انه كلنا متعايشين وكلنا متحاربين، لكن ايضا لا ننسى انه ايضا سلوك النظام السابق التمييزي ضد بين العراقيين، تفضيل فئة على اخرى، ايضا هو زرع ارضية، زرع اقام
وبالتالي هذا كان أرضية استثمرت بعد 2003 من قبل الجهات المستفيدة منها سواء كان داخلية أو خارجية، واشتغلت عليها وصار اللي صار. أيضا أمام مرة ثانية إحنا أمام أنه سياسة النظام السابق هي التي ساهمت بخلق الوضع ووفرت أرضية للتدخل. أما موضوع التدخل فلولا أنه هناك أرضية مناسبة بالعراق ما تستطيع الدول الأخرى أن تتدخل، وإلا هي كل الدول تريد أن تتدخل في أكثر من دولة التي تعنيها. مثلا تركيا كثير من الدول تريد أن تتدخل فيها لتغير سياستها أو لتلعب بساحتها، إيران كذلك، سوريا كذلك. لم يستطيعوا في هذه الدول التي فيها أنظمة قوية، لكن استطاعوا في العراق لأنه النظام هش والبيئة الاجتماعية مساعدة تراكم لعشرات السنين ساعد على هذا الموضوع. في سوريا أيضا بسبب سياسة النظام السياسي وممارساته أيضا ساهم بتفتيت وتقبل الشعب للتدخل الخارجي، وبالتالي أدى إلى تفتيت المجتمع وتدمير البلد. معي في هذا أم لا؟ أنا معك، وأكو أمثلة. يعني أنت لو تيجي مثلا هسه تركيا عندها تبادل تجاري مو تبادل من جهة واحدة طبعا، ما يقدر ب 22 مليار دولار سنويا. 22 مليار دولار هي ميزانية دول مو دولة واحدة. فهيجي دول من مصلحتها أنه يكونون بالبرلمان أو بالوزارات ناس تمشي العقود مالتهم ويمشي النظام الحالي على ما هم يريدوه. أنا راح أحكي لك مثال بسيط مربية في عمان، وأنا حكيتها أكثر من مرة ويهمني أحكي إلى جمهورك ومتابعيك والناس اللي تتابعنا. أنا عام 2008 كنت أغني في مطعم اسمه شمس الريف في منطقة اسمها أم أذينة في عمان. هذا المطعم كان يرتاد كل الشخصيات العراقية المعروفة بالزمن السابق بحكومة صدام حسين والحكومة الجديدة والحكومة الأردنية. يعني هو كان ستايل عائلي، فيجون على اساس عوائل يعني بهالوضعيه هذه. ففي يوم من الايام اجانا ضيف الفنان محمود انور، فكل ضيف يجي لازم يصعد يغني فدغنيتين ثلاثه يعني تحيه للجمهور اللي موجودين. فاني كوني مطرب اليومي مال القاعه نفس الصاله فلازم استراح ويصعد هو ويا فرقتي. فنزلت اني وحدي، رحت قعدت في غرفه الفنانين اللي هي خارج بناء المطعم. هذه الغرفة مشكلتها انه هي صايرة بطريق المطبخ اللي يجيبون الاكل الى الصالة، فلذلك ما مسوين باب، مسوين نايلون يعني شلون هيك مشرع على مود يروحون يجون الويترية يقدمون الاكل. فامكانية تقعد انت داخل الغرفة واليوقف برا يحكي تسمعه. فهنا بهاي اللحظات انا قاعد برا ودنيا الليل طبعا تقريبا 12 بالوحدة بالليل، ف أخو مدير مخابرات الأردن كان سهران وهو يسهر كل خميس أول طاولة على إيدي اليسرى يقعد كل خميس، حاجزها ثابتة يعني يحجزها أشهر، يجي ما يجي محجوزة إله. فأنا قاعد بالغرفة مع الفنانين ما يعرف أنه أكو أحد قاعد بهالغرفة. فهنا جاء تليفون داخل الصالة، كل الناس اللي يجيهم مكالمات مهمة يطلعون خارج الصالة بسبب الموسيقى والغناء والصوت العالي، فيجون يم غرفة الفنانين يسولفون. فهو لازم التليفون وأنا قاعد بالغرفة وما يعرف بي أنا موجود. إيش دي يحكي بالضبط؟ خلي أنطيك فكرة بسيطة على اللي دي يصير ببلدنا. هذا مثال بسيط أنا حي وسمعته، الله خلاني بهاي اللحظة أسمعه. دا يقول للواحد بالتليفون، دا يقول لليوم بالليل تحولون 3 مليون دولار إلى عشيرة الجرامشة بالبصرة، يستلمون ميناء البصرة صواريخ وقاذفات وما يخلوا يشتغل، لأن يعني إذا اشتغل ميناء البصرة ميناء العقبة ينغلق وناكل هوا. بهالمعنى الله شاهد عليه أنا سمعتها بإذني. فأنت من هاي المصلحة أنه ميناءك ما يخلوا يشتغل على مود ميناءهم يشتغل ويدفعون الناس. وأنا ما أعرف أنه عشيرة اسمها الجرامشة، إلا قبل فترة صايرة عركة بين عشيرتين فكان يذكرون اسم عشيرة الجرامشة نفسها أنا سمعتها. فالله شاهد علي هذا مثال بسيط الله خلاني أسمع بإذني من أخو مدير المخابرات الأردنية، يثبت أنه هاي الدول الدائرة مدارك كلها عدا مصالح ببلدك. ما يخلوك تسوي لك معمل يصنع الجنط مع المدارس الأطفال على مود تروح تشتريها لو ساخة إيران، لو ميد إن تركيا، لو أردنية، لو سعودية. ما يخلوك تصنع أي شيء بلدك، إذا فتحت مصنع يجوك على أساس ميليشيات تابعة لناس هم كذب تابعين لهذه الدول، يهددوك بالقتل ويخلوك تغلق مصنعك.
اي معمل اي مصنع زراعه على مستوى رقي، هو شنو الرقي؟ ما يخلوك تزرعه على مود الدول الجوار تستفاد من بلدك. فبلدنا مستباح، بلدنا مستباح من كل هاي الدول، فمصالح هذه الدول انه بلدنا يبقى مريض. فان شاء الله بلدنا ما يبقى مريض بوجود العراقيين الشرفاء، ان شاء الله نرد لهم اياه هذا الدين القذر اللي سووه ويانا، كل هذا اللي سووه ويانا من سوء اخلاق وسوء تعامل، كلها نرد لهم اياه ان شاء الله اذا رجعنا بلدنا باذن تعالى. نعم ابو ليث، مشكله ان صوتي يروح يرجع كل سنه. بعض الاخوه يسال وانا افهم ما وراء هذه الاسئله وانا اشكرهم على تفاعلهم حقيقه. نعم. يقول انه شنو دور ايران في العراق عن تدخلات، اسال، هو يوجه كلام يقول لك اسال سالم. انا قلت انه كل الدول تريد ان تتدخل في الكل، لكن من يملك الاستعداد لتقبل هذا التدخل؟ الساحات المهزوزة الهشة هي التي تسمح للدول الأخرى، كل دولة تريد الآن اليوم العالم متداخل، كل دولة تريد أن تؤمن مصالحها وتحفظ أنها فيما يسمى عمق استراتيجي لها حولها. صح. الدول المجاورة كلها تريد أن تتدخل وكلها تتدخل الآن، لأن عندنا ساحة هشة وعندنا تقبل للتدخل وعندنا انقسام سمي مجتمعي، انقسام سياسي، هذا هو كل يشكل أرضية لتدخل إيران وتركيا والسعودية ودول أخرى. كلام ملك الأردن قبل عدة سنوات قال يعني إحنا يجب علينا أن ندعم، معروف وموجود فيديو، أن ندعم العشائر في المنطقة الغربية في العراق لأنهم سنة، وصراحة قال وهذا منطق مرفوض، يعني شنو أدعم العشائر العراقية، أدعم العشائر العراقية في العراق لأنهم سنة؟ أنت أدعم عراق، عراقيين كذلك الدول الأخرى، يعني هم يراهنون على هذا الانقسام وبالتالي يغذونه ويحققون مصالحهم من خلاله. المفروض إحنا نكون أقوياء وإحنا نحترم بلدنا ونحترم سيادتنا ونتصرف بطريقة مصالحنا ومصالحكم. واليوم الدول اللي بينها هي علاقات بين الدول تقوم على قاعدة رابح زائدا رابح، رابح مقابل رابح وليس رابح مقابل خاسر، وبالتالي كل له مصالحه ونحن له لنا مصالحنا، لا نسمع مصالح ونستجيب لمصالح الآخرين على حساب مصالحنا وبلدنا. علاقات متوازنة كما بين كل الدول الموجودة، إذن العلة فينا وليس في الدول الأخرى، لأنها عندما ترى الأرض هشة هي تتدخل بأشكال. يعني جواب شافي حضرتك جاوبته، وهو هذا يرجع إلى جوابي الأول، انه احنا صرنا عرباين لدول الجوار والدول المستفيدة من بلدنا. مشكلتنا انه احنا قاعدين لإعلام فاسد، اعلام يحط مصلحته والاموال اهم من بلده. كل هذول اللي يتكلموا بالوطنية بالقنوات هذول ناس مأجورين، ناس يقبضون مليارات الدولارات من حزب البعث او من دول الجوار، وكل همهم يبقى العراقي يختلف مع اخوه العراقي، واحد يكره الثاني. أنا قلت كلمة إلى واحد خابرني، ولو تسمح لي أستاذ سالم، أحد خابرني من ولد العوجة، يعني قرية العوجة، فرديت عليه أنه أنا أخوتي الشيعة يشرفوك وحشاك قنادرهم يشرفوك ويشرفون كل واحد يكرههم. هذا الفيديو أخذ ملايين المشاهدات وانتشر انتشار مو طبيعي. حسوا أنه أنا أول مرة سني يتكلم هيك كلام، لا، ترى أهل السنة أكثرهم يحبون أهلهم الشيعة، والشيعة هم يحبون أهلهم السنة، وكل العراقيين متعايشين واحد يحب الثاني. إحنا مشكلتنا ماكو إعلام يسلط الضوء على التآخي والمحبة بين العراقيين. والله العظيم حدث خليجي 25 صدمهم للقنوات كليتها، وهالقنوات اللي كانت تطبل ضد النظام وضد العراق، وراح يصير فشل وراح يصير تفجيرات وراح فلان يفجر وفلان يسوي وفلان دولة راح تسوي، لا، صفت والعراقيين كليتنا رحنا للبصرة وكليتنا استقبلنا الناس بحب وبيننا أخلاقنا كعراقيين. الومضات الحلوة العراقية دفنوها بعد ما حد جاب سيرة خليجي 25. روح انتبه للقنوات كليتها رجعت ما أعرف شنو إلى عادتها القديمة، ريمة إلى عادتها القديمة، رجعوا يطلعون الفقراء يروحون يتفضلون عليهم بثلاجة، يتفضلون عليهم بما أعرف شنو. بس أنت لو تيجي مقارنة، أنا دا أشوف الشوارع العراقية من ناحية السيارات، من ناحية اللبس، من ناحية المطاعم،
من ناحيه الرفاهيه الاجتماعيه ماكو بلد كله اغنياء، اكو فقراء واكو اغنياء، بس المستوى الاجتماعي حاليا وين بزمن صدام؟ احنا انتم ما شايفين سياراتنا من تايراتنا ديوانيه وريحتها جايفه وتموج بينا بالشوارع، اللي شاد تاير مال الطياره، اللي شاد البنيد بحبل، اللي الجامه مالته مكسره كليته بس عنده مجال يباوع قدامه ما يقدر يبدلها. اللي كان عنده حتى هاي السياره المشرقعه مثل ما يعني حتى اللي عنده انا دا اقول مثل، حتى اللي عنده سياره معذبته وشاعله بليسه، بس هي هاي الحياه تتطلب الاستمراريه. فاني دا اشوف المقارنه ظالمه. اليوم احنا كبلد ما شاء الله بدا يعني، حتى خصوصا يعني في زمن السوداني ما شاء الله خطوات واضحه، خطوات جريئه، والله خلتني اني اراجع اموري حتى من رجعت الى زمن المالكي. وناس انتقدوني شلون تمدح، لا اني امدح هذا الرجل والله العظيم. يوميه دا اقرا امور سواها بالبلد، الله شاهد عليه، دا انتبه عليه. يمكن اكثر رئيس استلم العراق من تاريخ من 1920 الى اليوم هو المالكي، ما قدم للعراقيين، بس اكثر من حارب البعثيين ودول الجوار هو المالكي. وروحوا شوفوا الاعلام، ولليوم اللعب بخشمه حطوا له صوره، ان سوى له حركه حطوا له صوره، وكل القنوات تتناقله مو واحد واثنين. فاذا معناتها على قولة حسن البصري قالوا له كيف تعرف عدوك في زمن الفتن؟ قال لهم انظر سهام عدوك الى اين تذهب، راح تعرف منو الزين ومنو الموزين. فمن تشوف هذا الانسان هالقد محاربي، معناته هذا انسان صح، هذا انسان كان يقدم البلده، هذا انسان دي يريد يبني، انطر رواتب، سوى رعايه اجتماعيه، اسس جيش، سوى واستلموا الجماعه بالمشاكل اللي سوى هي من الاعتصامات، من داعش، من اللي هذا. فاني كعراقي اليوم اذا ابتعد عن الاعلام وتاثيرات الاعلام وابدي اراجع البلد وشنو اللي صار بي، اقدر اميز الخبيث من الطيب، اقدر اميز مثلا السوداني اليوم اللي مدى ينام ويروح للموصل ويروح البصرة ويروح الكربلة ويسوي مصافي ويسوي متنزهات ويسوي شوارع ودي يبنون بالبلد، بس جتهم الميزانية. أنا أنتظر منه اللي راح يخرب عليه؟ أنا أقعد لك قناة أدعم اللي يبني ضد اللي يخرب عليه. فهذا كسياسة ديدا لازم ناخذه كليتنا احنا كقنوات عراقية خالصة تحب البلد. أي نعم أبو ليث، الآن لما تحكي ويا ناس أو من تحكي عن جرائم النظام السابق يطلعوا لك هواي ناس يقولون أنت عايش بالماضي وأنت ما تبي تطلع المستقبل، وهذا راح زمن ولا وماكو بعد بعثيين ولا بعث، هذا هاي مرحلة وانتهت. لكن اللي جاي تفضل بي واللي جاي نسمعه الآن واللي جاي نتابعه من جهود موجودة يدل على أنه لم ينتهي، يعني البعث كاسم ربما غير موجود لكن كسلوك وأداء موجودين وما زالوا يحاولون إرجاع العجلة إلى الوراء، وهذا مستحيل طبعا. يعني بعد 20 سنة وبعد واقع جديد الناس شافوا الحياة، شافوا نعم سلبيات كثيرة ربما قد لا تحصى، لكن مع بالمقارنة مع الماضي تعتبر لا شيء، الماضي كان أسوأ بكثير، لأن كان حقيقة. يعني أنا أسألك أنت، هالشهادات سمعتها كثير من الضحايا، وممن أيضا يعني يجب أن نذكر أن بعض الشهادات التي تخرج معك هي من ناس حقيقة يتحدثون بضمير واضح أنه صح، كانوا ضمن المجموعة ضمن هاي التركيبة، لكن يعترفون الآن بما كانوا، وسمعت بعض منهم يقدم اعتذار للضحايا، وهذا شيء جيد احنا افتقدناه بعد 2003. لذلك العدالة الانتقالية كان ينقصها ركن اساسي وهو اعتذار المجرم من الضحايا، اعتذار عن جرائمه، وهذا ما شفناه، بالعكس جايين واجوا دعموا تفجير وخلت الامن، وعلى عيونكم لازم نجي، وفعلا دخلوا منهم قسم الان بعناوين اخرى لكن بالمضمون السابق دخلوا العمليه السياسيه، واحدهم اللي اعترف برئيس البرلمان الحالي قال انه فلان احد الممولين احد المستضيفين الداعمين، قال استضافنا في بيته وقال لنا احنا مهمتنا تخريب هاي الدوله لانه مو دولتنا، وهذا هم محسوبين على البعثيين او هذا الوسط. لا تحدث لا طائفيا ابدا، لكن سياسيا هذه المجموعه السياسيه محسوبه على حزب البعث اللي ولحد الان يعتقدون انه يجب ان ندمر وهي الدوله مو دولتنا. فلذلك من تحكي ويا يقول لك لا هذا كان وكان. المهم من الشهادات اللي سمعتها
ما هي أكثر شهادة أثرت فيك وهزتك من الضحايا اللي تحدثوا إليك على مدى العام الماضي من الشهادات اللي تسمعها؟ والله صراحة أنا تفاجأت ببرنامجي أنه يستقطب كل المظلومين بذاك الزمن. يعني أنا والله رغم ما سمعته من جراح وألمتني يعني جدا، بس أنا فخور أنه أنا قدرت شوية أفتح قلوب هاي الناس وأخلي الناس يسمعون الحقائق واللي جرى بذاك الزمن. مروا علي ناس أخذوا من عمري ومن عافيتي ومن من صحتي، والله تعبت جدا يعني خلال هاي السنة، لأن حسيت هموم هذول الناس هي همومي. أهم شاهد كان على النظام السابق مر علي هو أني. أول شيء وجودي أني، لأن أني كإنسان عراقي شاهدت بعيني بأم عيني أبناء صدام حسين وأقاربه شنو اللي سووه بالبلد. أهم شاهد اللي هو دمر كل بنيانهم وكل اللي سووه سنين يبنون بيه لتمجيد صدام حسين، يطلع لهم انسان حقيقي. الله قدر الله سبحانه وتعالى انه انا اكون فنان مشهور بالتسعينات، وما يقدرون ينكرون هذا الشيء وما يقدرون يلغون تاريخي. هذا اللي اني سويته، انه شفت هذول بهاي الحاله، واني كانسان عراقي صادق مع نفسي اولا ومع كل الناس اللي يعرفوني، وتحديتهم بتاريخي. تعالوا طلعوا اي شيء بتاريخي تلقون نقطه علي سيئه تقدرون طلعوها للناس، ولليوم ما قدروا يطلعون اي شيء. اي نعم، بالمناسبة أحيانا أشارك المقاطع لك على صفحتي لي بالفيس. الشرف، اتشرف استاذ. أتشرف. فبعض التعليقات يقولون اسأله هو وين كان، مو هو كان ويا عدي، هو كان مطرب عدي، كان مقرب. بالعكس هذا يعطي مصداقية أكثر. أنا أجاوب أقول يعطي مصداقية أكثر. أولا كان، بس ماكو دليل على أنه كان مرتكب مثلهم، كان يؤدي عمله. بعدين كوننا في هذه في وسط المجموعه اطلع على اشياء ما ممكن غيره يطلعها، وبالتالي ينور الناس بها، والان هو قرر ان يتحدث. فليش احنا نظل كل من يتحدث نظل نواجهه او نتهمه بانه انت كنت وانت كنت؟ شوف الان شنو هو. استاذ سالم، هذا الاتهام اني اضحك ليش؟ لان هم يريدون يحاولون يربطون اني كنت ويا عدي بما معناه انه اني شريك بالجريمه، انه اني من المؤيدين لنظامهم، انه اني اتحمل ما صار بذاك النظام. هو هذا كل هدفهم، يعني انه انت حتى اللي هو رافض للنظام السابق مثلا، هو من ضمن الشيعه او الاكراد المظلومين بذاك الزمن، يريد يبرر نفسه انه نزار اني ما ارد اتابعه او ما ارد اسمع الحقيقه من عنده. اقول انه هذا كان يم عدي. زين، انا السؤال المهم، يعني شنو معنى يم عدي؟ هل انا يم عدي برضاتي؟ ان كان برضاتي اتحمل المسؤوليه كامله وياهم، اني حالي من حالهم. هل اني شغلي عملي كمطرب هو سياسي، انه اني اقتل واجرم بحق الناس واسرق وادمر البلد؟ ماكو هيك شيء. اني عدي صدام حسين الملعون هو وعائلته، هم كانوا ممنوعين من السفر بالتسعينات، وكلنا نعرف هذا الموضوع بسبب الحصار. ما عندهم له ونسه وطغيان الا على الشعب العراقي. اني كفنان انساني، من اني طفل عندي موهبه الغناء وصوتي، وحتى اصدقائي من الابتدائيه من المتوسطه من الاعداديه الى ان يعني اسسنا فرق عراقيه وبعدين اشتهرت، يعرفون انه انا صوتي مميز وعندي هاي الموهبه. حظي انه انا اشتهرت في زمن هذول، فمن اشتهرت بزمن هذول ما عندهم غيرنا، ويأمرون امر عسكري. من كانوا يخابروني على حفله ما يقولوا لي عندك حفله وش قد تريد وعندك مجال لو ما عندك مجال. عندك واجب، يقول لك عندك واجب. اي عندك واجب، يخابروني عندك واجب من فلان ساعه لفلان ساعه بفلان مكان، فلان ساعه فلان ساعه فلان مكان. وانت طرقت لي على موضوع الاستاذ اديب شعبان اللي هو نقيب المصورين العراقيين كان في زمن صدام حسين وسكرتيره. قال انه اني اسالوا نزار انه احنا كنا نعطيهم حقهم، قال في احد اللقاءات، واني تحديته. صار شهر انتظرك استاذ اديب شعبان تطلع للعراقيين تقول لهم ايش قد كنتوا تعطونا، احنا ايش قد ناخذ بالحفلات العاديه من الناس وانتم ايش قد تنطونا، وكنتوا تعطونا يعني توقعونا على الوصل والوصولات عندكم على اساس ان انتم حقانيين. انت قلت احنا ننطيهم ونوقعهم. قل للناس ايش قد، وهل احنا من نرفض نجي للحفله عادي لو شيء يصير بينا؟ اريدك تقول للناس هذا الكلام على مود تبين حريتنا بذاك الزمن. اني وجودي بذاك الزمن صار مؤذي جدا لهم، بحيث واحدهم هسه وصلوا مرحله بس الغلط والسب، ما عندهم حجه يحاججوني بيها. بالعكس،
سلاح ضعيف هذا حقيقة. اي سلاح ضعيف انه الصراخ والسب والغلط وهذه، ف هاي الطريقة بعد ما تنطلي. انا يوم ورا يوم انا الناس دي يثبت لهم وطنيتي وحبي البلدي، ما عندي انتماء غير بلدي والحمد لله والشكر. فكنت اني اهم شاهد مر على هاي المرحلة اللي اثرت بالعراقيين. من بعدي ظهروا عندنا شهود اقوياء من ضمنهم ابو وسام اللي هو بن عم صدام حسين. والله اني صراحة اني عندي خبرة بالاعلام، وكنت متقصد اغلط على عشيرة صدام حسين وولد العوجة. كنت اتقصد ليش؟ اريد استثير الناس اللي رافضه نظام صدام حسين، انه تعالوا طلعوا للناس قولوا للناس احنا مو مثل صدام مجرمين، احنا اجبرنا. وبالفعل ظهر لي الاخ ابو وسام خابرني مكالمات طويلة انيا قبل ما يظهر على البث، انه يا ابو ليث انت غلطان، احنا اني صح، اني قدري مثل ما انت قدرك فنان بذاك الزمن، اني قدري هذا ابن عمي واجيت، تقبل بهذا المنصب ما تقبل انت خائن تنكتل. نعم. فاني أنا سألت أهم سؤال، أنا آسف أستاذي، أهم سؤال سألته، هل عذبت عراقي أو قتلت عراقي بإيدك؟ قال يشهد الله عمري ما استغليت منصبي إنه أذيت إنسان. فظهوره واعتذاره أول طلعته اعتذاره من الشيعة والأكراد، وخص الشيعة بالاعتذار، هنا صار صدمة. إيه أني هذا إنجاز ما سامحي، صار 20 سنة من بعد سقوط الطاغية يظهر ابن عم صدام حسين وحماية الشخصية مالته وعلاقته إلى اليوم برغد، وعلاقته بسميرة شابندر، وعلاقته بكل الحماية مال صدام حسين، هو ابن عمهم يظهر بهذا الاعتذار. فكان يعني أنا حسيت أنه أنا وصلت إلى نقطة لا عودة، حسيت أنه أنا وصلت إلى مكان خلص بدأ صوتنا يوصل ويضرب، بحيث أنا هسه دي خابروني من صلاح الدين، خابروني من تكريت، من الأنبار، من هاي المدن اللي كانت منغلقة على نفسها ومعتبرة نفسها هي مظلومة بالمجتمع، وهي لازم تكفر وتقتل وتدمر البلد لو يرجع نظام صدام حسين. لا هسه بدت المعادلة تتغير، فإذا أنا مشيت بالخط الصحيح بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذول الضيوف اللي فاجئوني بقصصهم العظيمة، وأنا أشكرهم كليتهم، أبو علي وأبو أبو أراز وسيد عقيل وأبو سعد والأخ أبو عبد الله وكل اللي ظهروا وياي وانطوا القصص والحقائق للناس. ابو ليث طبعا يعني كلامك معلومات ومهم، ف يعني انا دائما بدي اترك تسترسل بالكلام، لكن انت في هذا الوسط كنت. مره شفت مقابله للفنان كاظم الساهر يقول سالوه قالوا له انتم كنتم مجبرين ان تغنون لصدام حسين، قال لهم كل من يقول لكم مجبرين لا تصدقون، مو صحيح، ما حد مجبور ابدا، كل اللي غنوا كل اللي كانوا يغنون للرئيس هم طوعا من عندهم وما حد جبرهم. شنو هذا سؤال راح اوجهه الى كاظم الساهر والى كل فنان عراقي. امامكم خيارين، سعدون جابر كاظم الساهر، كل الفنانين العراقيين، عندكم خطين. نعم. الخط الاول انه انت رحت من كيفك حبا بصدام حسين وكونك صدامي وبعثي وعندك فلوس زايدة حبا بصدام حسين، رحت للاستوديو جبت عازفين صرفت على العازفين وعلى الاستوديو، وبعدين اخذت التيب ورحت صرفت على المخرج وعلى هذا القناة، ورحت صورت الاغنية محبة بصدام حسين، فانت بعثي. هذا الخط الاول. الخط الثاني انه انت مجبر، اللي هو اني ومهند محسن قلنا واحمد الصياد قاله وبعض الفنانين احنا حكينا، يا اما انت بعثي صدامي تنحسب على نظام صدام حسين وتحاسب من العراقيين، واكو اجتثاث البعث عندنا هسه حاليا، زين، يا اما انت مظلوم حالك من حالنا مجبر. فهذا جوابي لهم. انا بالنسبه لي احكي الحقيقه، انا ما جاملت بالحقيقه وما حد منهم رد علي، انتبهوا عليهم، فيديوهاتي لا تقولوا لي ما وصلتهم، وصلتهم، والدليل فرقهم اقاربهم الناس اللي دفاعوا، اشوف الكومنتات كلهم وصلتهم الفيديوهات مالتي. والله العظيم اكو فنانين ردت افضحهم وطلع قصصهم اللي صارت ويا عدي ويا قصي ويا لؤي وذولا قرايب بن عال صدام، ردت افضحهم. والله العظيم احفادهم خابروني يبكون، والله العظيم يقولون عليهم ذولا ما يستحون وانانيين، ونترجى من عندك، احنا مكانتنا بين الناس راح تنهز وراح تحطنا بموقف محرج. فتوقفت عنهم، الله شاهد عليه. لا طبعا الاحفاد الابناء لا يؤاخذون بجريره ابائهم واجدادهم الا اذا كانوا مصرين على النهج ويؤيدون ذاك النهج.
الحقيقه هي قصص عديده تتحدث عن اذلال الفنانين وهدر كراماتهم. يعني احد الفنانين كان سافر في فتره ايام سلطان، سافر الى هولندا وهناك التقى مجموعه من اصدقائه واسرهم بهذا الموضوع وطلب منهم انه ما يطلع لانه كان عنده رجعه للعراق ورجع بعدين. يقولون في احدى الليالي يعني انا نايم صيف نايم على السطح ساعه بالوحده تندق الباب بشكل قاسي ويسحبوني انا بدجداشتي تعال امشي الاستاذ يريدك. فيقول اخذوني بدجداشتي رحت اخذوني الى مزرعه من المزارع اللي تعرفها انت كانت للجماعه وتعال غني يلا الاستاذ مقندل هو والجماعه تعال غني. يقول صعدنا غنيت يقول اخر شيء صعد قال لي دنك اقعد كم بسيط قمز حقها تعالوا كلكم عفوا على التعبير كلكم تدرروا عليها صح. يقولوا انا مدنج والدواشه فوقايه زين اخر شيء لما خلص اخر واحد قاموا شلون ذبوني صندوق السياره وجابوا رجعوني للبيت. وهيك ناس واللي شافوا هيك شيء يطلعون يحكون يقولون ايام الخير وايام كذا او هاي القصص موجوده والناس تطلع عليها ويطلعوا الناس يقولون ايام الخير كان اكو كرامه اكو امن للناس اكو. المشكلة الوضع السابق كان البلد مختزل بعائلة، لذلك اللي كان يتمرد ويهجر هذا الوطن ما تقدر تلومه، لأنه إذا الوطن مختزل بعائلة أنا أجي أخدم عائلة وأصير خادم عند عائلة. وهي قالت بنته قالت في لقاء ذاك اليوم إحنا أسياد البلد. أي منطق هذا؟ أسياد بأي منطق؟ مجموعة يعني كاولية يصيرون أسياد بلد يتملكون بلد فيدفعون الناس الى الهجره. وشفنا احنا النزيف البشري اللي كان ايام النظام السابق. كل هذا وتجي يطلعون يحشون بكل احنا راجعين نلعب دور على شنو؟ ترجعون حتى تمنعون التليفون وتمنعون الساتلايت وتمنعون وترجعون الراتب 3000 دينار ترجعون على الظلم ترجعون على الناس الان تغيرت. هذول ما يعني تعتقد ان هذول فعلا مقتنعين انه ممكن يرجعون او الناس يتقبلون استاذ سالم؟ لازم نرجع بالتاريخ الى مكان مهم جدا وانا دائما اركز عليه اللي هو الاحتلال البريطاني للعراق. العراقيين عباره عن عشائر وقبائل كريمه ولها باع بالتاريخ والعراقيين معروفين كبلد يعني مكانته بالكره الارضيه كلها مو بس بالوطن العربي او المنطقه. العراقيين لما الانجليز رادوا يطلعون ويجيبون عملاء يحكمون العراق جابوا لهم ملوك وقالوا لهم ذولا من العائله الهاشميه يعني هم نسبهم للرسول عليه الصلاه والسلام. يلا العراقيين قبلوا انه يجون يقودوهم. المعادله الامريكيه بعد ما اتطورت الامور وامريكا اللي سيطرت على العالم وهي امريكا يعني بت بريطانيا بس تغيرت المعادله بعدين صارت بريطانيا بت امريكا اللي صار. قال لك احنا هذا المجتمع شلون نخرى من الداخل، خلي نلعب لعبة الاحزاب انه احنا نحط شعارات كاذبة تهم هذا المواطن العراقي ونوفر له قيادات الاشكال اللي يحبوهم ويركضون وراهم باسم الحزب. هذا الحزب ايش راح يجيب لك؟ راح يجيب لك ميشيل عفلق يقود حزب، راح يجيب لك وطبان وصدام وبكر وما اعرف منه ناس لا عندهم تاريخ لا عندهم عشيره لا عندهم ما عندهم نسب. يعني بالتاريخ هسه جيب لي قبل 200 سنه مذكوره مثلا العوجه باحدى الفتوحات او الحروب العالميه او الاحداث المهمه بالتاريخ قبل 100 سنه. عمي جيب لي اي حدث انه العوجه مشاركه باي اي موضوع بالكره الارضيه ما راح تلقى. فشون يجي ابن هذه القريه اللي هي ما لها نسب بالتاريخ ما لها حضور بالتاريخ شلون يقود ابن العشائر والقبائل والمدن العظيمه اللي بالعراق؟ ترى احنا كل مدينه عندنا قصه، كل حضاره عندنا قصه، كل مكان بالعراق له عمق بالتاريخ. مستحيل اكو دول ما عندها 10% من تاريخ بلدنا. فشلون نجيب ابن هاي القريه التايهه بالتاريخ اللي ما يعرف اصلها؟ اللي ناس تقول من سوريا، ناس تقول من الاردن، ناس تقول من الهند، ناس تقول من انواع ما خلوا مكان ما قالوا عليهم لان اصل ما عندهم بهذا البلد. شلون يجي ابن هذه العوجه هاي القريه اللي هي اسمها عوجه يعني كل الكره الارضيه القالي منطقه اسمها عوجه يجي يقود هذه القبائل ويبدي ينخر هاي القبائل من الداخل؟ ايش سوى هو العين تاني؟
دخل القبيلة بالهوية. ليش دخل القبيلة بالهوية؟ على مود هنا يبدي يتلاعب ويا الشيوخ، اكو شيوخ عندنا للبيع دائما كاتبين عليهم فور رينت، مو فور سيل، فور رينت، فور فور ليس، اي واحد يجي ينطيهم فلوس ذولا العقل مستعدين يغيرون من قبائلهم ويضيفون ناس ويوقعون انه ذولا ينطوهم نسب لهاي القبائل. فصدام حسين من سوى الهويه وكتب اللقب هو مو قصده يعز العراقيين، لان هو اسمه صدام حسين المجيد. المجيد شنو؟ المن تابع يا عشيره ما عنده، بالفعل ما عنده. يعني روح هو حتى من سألوه بالمحكمة قال له صدام حسين شنو عشيرتك؟ قال له المجيد. قال له لا هذا اسم جدك، شنو لقبك؟ ما جاوب، وموجودة المحكمة تقدرون تروحون تشوفوها. فهذول بهذه اللعبة من يظهر وياي عميد بالجنسية العراقية يقول آني سنت، كان بوقته عقيد، يقول آني سنت 88 89 جانا قرار من صدام حسين 150 ألف غجري كيولي ما عنده أصل يسوي له جناسة عراقية ويجنس عراقي ويندمج مع المجتمع العراقي. فهنا لازم نعيد الحسابات أنه هذا المجتمع شون غيروه وشون وصلوا ناس ما عندهم أصل أنه هم دول يصيرون كلابهم على الشعب، ويبدي ابن القبائل العشائر الأصيلة يصير خادم عند اللي ما عنده أصل. فهنا المشكلة الكبيرة اللي صارت ببلدنا. هسا أنا من يجيني المالكي من بني مالك، من يجيني السوداني من السودان، يعني من قصدي من القبائل العربية العراقية، هذول عندهم أصل، ذاك ما عنده أصل. فهذاك بدأ ينخر المجتمع لدرجة قاموا يقولون إحنا أسياد الناس. أسياد الناس ليش؟ لأن استعملوا ذول اللي ما عندهم أصل في إرضاخنا ووضعنا تحت إيديهم بالقتل والإجرام. ومع الأسف كل العالم مع صدام حسين لما أجرم بحقنا شلون عافونا يجرمون بحقنا. فهذه من حكة رغد اللي ما عندها أصل وحلمها ترجع، لأن هي مؤسسة إلى جيش حشاكم من النغولة موجودين بالعراق. عندنا جيش كامل من النغولة هسه مستعدين، لأن هذول صار لهم قيمة بالمجتمع. حاليا ما عندهم قيمة، حالهم حاليا هم ناسبين نفسهم إلى قبائل وعشائر، بس يعرفون نفسهم أن هم مو حقيقيين. فصار المو حقيقي هو اللي برزوه بالمجتمع وبالقنوات، والإنسان الحقيقي لا ينزوي. هذا تغيير ديموغرافي للقبائل العراقية الأصيلة. احنا اليوم لازم دورنا اللي ما عنده أصل، احنا مو ضد البشرية والإنسانية، احنا مو نتعالى، بس انت ما عندك أصل، انت ما عندك دور بالمجتمع، انت ما تقدر تقود مجتمع لأن ما عندك أصل. اللي ما عنده أصل ما يعرف العيب وما يعرف الحرام وما يعرف القيم الاجتماعية. أنت راح تربي ناس على مبادئ خطأ، وهذا اللي أنا أثبته أنه أكبر فساد مر بتاريخ العراق هو بزمن صدام حسين. أكبر فساد مر بتاريخ البشرية بهذا البلد العظيم هو في زمن صدام حسين، من مطاعم وفنادق ومشارب وملاهي وروليت وأي شيء صار فساد بالعراق هو بدأ صدام حسين ونظامه. فاليوم انت تقولين اسياد العراقيين، العراقيين حشاش النغولة، قصد العراقيين مو حشاش، انت قصدك انت اسياد النغولة. احنا كعراقيين اصليين لا، احنا اسيادكم واسياد اسيادكم، ونرجعكم الى اصلكم، وهيلة من عندكم اذا واحد منكم وصل لحدود العراق. بس انا اعرف لعبتكم، ولو تسمح لي استاذ سالم، تسمح لي بهالدقيقة بس. انتو كجماعة حزب البعث هسه تسوقون نفسكم باسم جديد بإطارات جديدة، وراح تستغلون أموال الدولة العراقية في شراء ذمم العراقيين. فتنبيه لكل العراقيين، يا عراقيين اضغطوا على الحكومة، شكوا واحد عنده نسب ويا الحكومة السابقة، أقارب فدائي وقنادر، هذول الشخصيات اللي طايح حظها ابدوا خلي يصفوهم ويطلعوهم من البرلمان ويطلعوهم من الواجهة السياسية للبلد. والله العظيم راح يعيدون نفسهم وبقوة وبفلوس العراق. ترى فلوس العراق سيقدرون يشترون بلدان مو بلد واحد. أنا آسف طولت أستاذ سالم. أبو ليث، الآن الجيل الجديد الذي ولد أو كان 4-5 سنوات 7 سنوات عمره 2003 والآن أصبحوا شباب، الله شلون نقدر نقنعهم؟ طبعا التقصير هو تقصير كبير من الجهات السياسية التي كانت ضمن الضحايا أو تنتمي إلى بيئة الضحايا النظام السابق.
تقصير كبير منهم عندما لم يوثقوا بشكل رسمي بمؤسسة جرائم تلك المرحلة. وهذا موضوع يطويه النسيان. لذلك استفاد أيتام الحزب البعث بقاياهم، استفادوا أيضا، والدول التي تدعمهم كما تفضلت استفادوا من هذه الحالة وعملوا على الجيل الجديد الذي يصورون له أن الوضع كان أفضل في محاولة ضرب الوضع الحالي وتحفيز عملية لا رضا عن الوضع الحالي. جد مهمة، جد يجب يتوجب على من عاش تلك المرحلة ويملك الشواهد والمعلومات أن يجيع أن يتحدث لهذا الجيل لكي يقنع، لكي يعني أنا أشوف دائما لما أنشر شيء فيديو معين عن هذا الموضوع، عن ضحايا، عن سياسيين بعثيين سابقين يتحدثون عما كان يجري، عن ضباط أمن صحى ضميرهم بعد 2003، ونماذج، هناك نماذج عديدة، الكثير من الشباب الذين يتفاعلون مع هذه يقولون والله هذا غير مجرم، كان هذا كذا، هذا يعني ما يعرفون شنو. وهذا تقصير كبير. شنو المطلوب من الواعين، من الحريصين أمثالك؟ طبعا انت تؤدي دور كبير، دور تؤدي عمل مؤسسه كامله. هناك ايضا صفحات على النت، على الفيسبوك، صفحه الزمن القبيح اسمها، وصفحات اخرى، لكن هي تبقى جهود فرديه وتبقى عرضه للاغلاق والملاحقه الالكترونيه من قبل الاوساط. ما دمت تقول ان هناك دول وراءها فاكيد هذه الدول تستطيع بامكانياتها ان تلاحق هؤلاء. ما الذي، هل هناك ما سيثنيك عن هذا الموضوع ام ستستمر؟ انا بالنسبه لي ماكو شيء يثنيني، الحمد لله وشكر رب العالمين. الله اختار لي مكان في دوله ما حد يقدر يندق بيه، الحمد لله وشكر، ما اعرف، هي تقديرات رب العالمين. صوتي نذرت اني الى انقاذ بلدي وبدعم، يعني بمسانده احسها من رب العالمين سبحانه وتعالى. الكلمه مالتي صار لها صدى، لن اتوقف عن فضح نظام صدام حسين وعن اي واحد يؤذي بلدي، حتى الحكومه الحاليه. الحكومه الحاليه بالبدايه ما كان عليكم عتب، نقول انتم ما عندكم خبره سياسيه، ما عندكم خبره بالاعلام، ما عندكم خبره في قياده الدوله، وما انطوكم مجال. يعني صراحه البعثيين والقاعده وداعش وهاي المسميات اللي هي كلها في اطار البعث نفسه، ما انطوكم مجال تبنون دوله او تمشون خطوات للامام. اليوم انتم في مساحه جدا، يعني انا اقول مساحه من يعني نقطه الانجاز، انتم هسه في نقطه الانجاز انه تثبتون نفسكم للعالم انه هذا الانسان العراقي الشيعي اللي هو مرجع الى بابل واشور واكد وسيدنا ابراهيم وهذه الحضارات العظيمه اللي صارت في جنوب العراق، اليوم فرصتكم تقولوا لهم لا، اني كانسان شيعي اقدر اقود البلد، اقدر اقود البلد لان اجدادي عظماء، اني ابن هاي الحضارات زين. بس اني انتم اليوم في مكان خلص، بعد ما عندكم عذر. اليوم لازم تنتبهون على الاعلام، الاعلام ترى سلاح. صدام حسين الغبي ابن الغبي من قال القلم والبندقيه فوهه واحده، ومن اعتبر الاعلام هو الفيلق السابع، ترى مو اعتباطا. صدام حسين صنع من في خيال العراقيين نصر عظيم كاذب ما موجود. انا اليوم ورا ما فتحت القناه اكتشفت احنا ما عندنا 88 نصر عظيم، ولا عندنا معركه فاو، ولا عندنا حروب، كلها خسارات في خسارات وبلد مدمر. فالاعلام كان معيشنا بوهم. اليوم انتم ما نقولكم عيشوا العراقيين بوهم، بس روحوا عدلوا اسلوبكم الاعلامي، اختاروا الناس العراقيين اللي يحبون بلدهم حقا وحقيقه، يجون مو يجيني واحد يجيب قرايبه يعينه بمكان ما يستحق، وخصوصا بالمجال الاعلامي. والله العظيم المهازل اللي بشبكه الاعلام العراقي ما ينسكت عنها، والله العظيم الناس اللي المخرجين والمقدمين على كم مجموعه منهم زينه نعرفهم من السابق، هم مهنيين، بس الاكثريه لا، ابن خالتي وابن عمتي وقرايبي ومن حزبي ومن ميليشياتي ومن جيراني، هذا ما يبني بلد. انتم اليوم سلاح الاعلام لازم تستغلوه صح. انا استاذ سالم اتابع العراقيه، عندهم برنامج يطلع بالشارع هموم الناس، بس ما يطلع بهموم الناس يقدم الصوره الجميله للبلد، دائما السيئه. فهي قناه الوطن وهي ضد الوطن بنفس الوقت، ما اعرف شلون قاسوها
وشلون يعني وصلوا لهالمكان هذا. ما اعرف شلون الحكومه ساكته عن شبكه اعلام عراقي هي ضد العراق، ما دا افتهم ايش يشتغلون. اما انا عذرا مو الكل، انا ما احكي على الكل، انا ما اعرف شلون انتم حكومه وما تعرفون هاي المؤسسه اللي تصرفون عليها ملايين الدولارات سنويا، ما قدمتوا برنامج يجذب العراقيين ويجتمعون كلهم وراء الشاشه، ما خلي ما وصلتوا العراقيين ينسون نظام مجرم، نظام شبع دم بدم العراقيين، لليوم ما عرفتوا تنسون العراقيين، ما طلعتوا لكم مسلسل او فيلم يوثق الاجرام بذاك الزمن. قصص انا طلعت عندي هنا بالبرنامج ماتي، كل قصة من عندهم يصير فيلم عالمي وياخذ مو اوسكار 10 اوسكار اذا نفذ بطريقة صحيحة. ايران قدمت افلام، انا كنت بزمن صدام حسين شفت فيلم ما اذكر اطفال اثنين ومن الجوع وما عندهم تكرم بس حذاء واحد، وواحد يروح للمدرسة واخته بعدين يرجع ركض من المدرسة واخته تلبسه. وصلوا فكرة للناس انه هذا البلد يعني ايش قد اكو بيه ظلم وشون بيه فقر وشون دي يوصلون ودي ينجحون يبنون البلد، بما معناه انه هاي البلدان الاعلام بيها هو اللي دي يجذب الناس اله. والله جينا لا بلدان الاعلام مبينها كارثة، من جينا بيها لقيناها تافهة، وخصوصا اسالي باوروبا، اللي باوروبا اقول له اوروبا يقول لك ازبل ما موجود من بناء من وضعية من حياة، بس مجرد عندهم سيستم ونظام، بس انت من تسمع فلان دولة اسمها بالاعلام يقول لك هاي قالبة الدنيا. فاحنا انا اللي اطلبه هسه حاليا من السيد رئيس الوزراء، من الحكومه الحاليه، من كل اهلنا اللي يقودون البلد، الاعلام الاعلام الاعلام، اقل شيء عندكم 5 قنوات توثق جرائم زمن صدام حسين، وهاي الملايين اللي تطوها على مسلسلات بس تضحك بالناس ومهزله وتستنقصون من ابن الجنوب ومطلعين لي كم واحد يحكي لي بالطريقه الجنوبيه وتضحكون الناس عليهم، لا خلاص هسه طلعوا ناس اللي تبين الثقافة والحضارة بهذا البلد. انت تقولون حضارة بابل، بابل وين صايرة؟ بابل صايرة بتكريت لو صايرة بغير مكان؟ ترى بابل هي الحلة، هيانها بأهل الوسط العراقيين وأهل الجنوب، هاي الحضارات، وطلعوا لهم نمرود وطلعوا لهم كل اللي صار بهذا بلدنا من خيرات بذاك الزمن على مود الناس تعرف وتعرف قيمة نفسها وقدر نفسها عند الناس. فعني اللي أطلبه الإعلام ثم الإعلام ثم الإعلام، كافي خلاص دق ورقص وضحك ونكت وخنبني بلد، جيبوا ناس مهنيين اللي تقود الإعلام على مود يوصلون البلد إلى بر الأمان، وخلص انتماءات للخارج، وخلص ناس تافهة تأخذ آلاف الدولارات وما تقدم شيء للبلد. عذرا أنا دائما جواباتي طويلة أستاذ سالم. أبو ليث الكلام وياك يعني مفيد، الوقت يمضي بسرعة، فإذا تسمح لي ما أعرف أنا بس نختم هذا الحوار، هاي الدردشة بيننا، وما أدري أنت متعودين عليك تظل تستمر يعني نفسك طويل وما شاء الله صوتك الجهوري اللي ما أقدر أنا أجاري أبدا يعني بالنهاية مطرب. بالعكس أنت أستاذنا وأنت يعني اعلاميا وكقامة اعلاميه، انا بالعكس انا صغير جدا امامك واتشرف انه يستضيفني كاتب واعلامي بمستواك، بس انا اعذرني طبيعتي هي هاي، يعني احب اوصل الفكره بطبيعتي، يعني الكلام الصادق الذي يخرج من القلب هو يدخل الى القلب، وهذا هو سر النجاح نجاحك في هذا الجهد والتفاعل الكبير من قبل المتابعين.